جانب مما يحدث في العالم. على سبيل المثال مظاهرات في اسطنبول تركيا تنديدا بقصف إسرائيل للمستشفى المعمداني في غزة. يعني آدي المظاهرات أوستينا، أي حد عنده ذرة ضمير إنساني الحقيقة يجب أن ينظر إلى هذه المشاهد ويعلم جيدا أنه النفس الإنسانية السوية، الضمير البشري يحتم علينا على الأقل أن احنا نقف لأجل الشعب الفلسطيني الذي يذبح ليل نهار ليل نهار. ده جانب ومشاهدات من مظاهرات اسطنبول.